إذا قيل لك من هم أسعد الناس بشفاعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقل هم أهل التوحيد. ما أعظم التوحيد وما ألذ الكلام فيه. أسعد الناس بشفاعة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هم أهل التوحيد. أبو هريرة رضي الله عنه كما عند البخاري قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك؟ فقال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه، وفي رواية عند البخاري من قبل نفسه. فدل هذا كما قال شيخ الإسلام رحمه الله أن الشفاعة المثبتة في كلام الله عز وجل هي الشفاعة التي توفرت فيها شروط الشفاعة، وهما شرطان: إذن الله للشافع أن يشفع، ورضاه عن المشفوع له بأن يكون من أهل التوحيد. الدليل: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه أو من نفسه. أما الشفاعة المنفية في القرآن فهي الشفاعة الشركية